معاشر الكرام، أمر مهم في باب الدعاء لا تغفل عنه، وأنت تمد يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل خص وعم بدعائك. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، خص وعم، وهي فرصة عظيمة تدعو لنفسك وتدعو لوالديك، تدعو لقرابتك، تدعو لمن تحب، وعم المسلمين بالدعاء، عم المسلمين بالدعاء. أنت الآن لو تأملت، ألقيت نظرة في أحوال المسلمين في أنحاء الأرض، كيف أحوالهم؟ كيف أحوال المسلمين؟ تجد مثلا منهم الفقير الذي اشتد فقره واشتدت حاجته، في مجاعات عظيمة وفي عطش وفي مصائب. تجد أيضا في جانب آخر بعض المسلمين في حروب وشدائد وفتن، وتجد بعض المسلمين في كرب شديدة، تجد بعضهم في المستشفيات في أمراض مضنية شديدة، المستشفيات مليئة بالمرضى. فلا تنسى إخوانك المسلمين بالدعاء، خص وعم، ادعوا لمريضهم بالشفاء، ادعوا لضالهم بالهداية، ادعوا لفقيرهم بالغنى، ادعوا لعمومهم بالمغفرة. أتدري عندما تقول اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كم يأجرك الله على هذا؟ إذا قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كم يأجرك الله على هذه الدعوة؟ كم لك من الأجر؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في المعجم للطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. كم هذه الحسنات؟ عندما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، كم هذه الحسنات؟ ولهذا كما أنك بإذن الله عز وجل تنفع إخوانك بهذه الدعوات، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، أنت تربح أجورا لا حد لها وثوابا لا حصر له، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.